ربنا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين كما بخريستوس يسوس بن شويس شويس بن نوتي كري ألايسون افني ببشويس بن نوتي بيبان تقراطور يوتم بن شوسو بن ودوين سوتير إيسوس بخريستوس نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك أسترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك فقط علينا عضتنا تريت بنا إلى هذه الساعة يا رب رحم من أجل هذا نسأل صلى محب البشر من نحن نكمل هذه المقدس كل حياتنا وكل سلام نخف كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس لأشر القيام العداء الخفي النظر ينزح ربنا وسير شعبك عن هذه الكنيسة جنتك وبترسنت بيجاجي كريا ليسون تنوش تم بيوت نمشيرين أم ببنا مصوى تتريا سيسوى بنوموسيوس كريتيس لسي أي بيان تنيا أنجلون شريتي بارسينو سيساس بيان سوتي كرينا موري أياتي أكرم بي أسمي صوتي تسمي فيناني مبنوتي بلغة شيرين مري أيا خلو شيري أفوى شيرين مري أسمع بمتي سوى شيرمي خي البنش تنعرشي أنجلون شير غبري البساط بمبي فاشنوب شيرني شاروبي إيم شيرني شارفي شير ثم تير نبرانيون شيريون إذ بنشتي أم برود رمو شير بيوي ببسنجني تنمانوي شيرنا شوي سنيو أوتي أنابو أصلا شيرنا ما سيتي سنت بن شاي سيسوس بيخلص شيرنا كوب ما تيرو أشير بيفاند في شير بيابو صلا صابا مركل بيسير مود شير استفنو أز بيشور بما أرتيرون شير بارشي زي أكونو وهي سيز مرون شير تنون ما أرتيرو أز شير بيشوي جنگ إن أز شير بيشو بارز باشا سبار غرغي أز تودر سترات اللي تسيلو باتر مركوري أز آفا مينا انتيني بايا تيالو ينصاب مبار تنو سيفوت بن تيريا امي تشلت اند بخرستوس ياغي امي برباران ميلياني نم دمياني نم ماريني ايتني برزبيا انتي سيسوتو كون سيسوة اب ماريا بشوي ساري امو نانم بيكو ايفو دنتين نوفي سرنو هو سيرو Nembekyotena, agasos nembebne maes webji aki akto ti emon aino. Shneer. 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 تعدم يا رب ورحمة رفات الشيء ومزع رب عنواننا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض تروز يا ابنات روحينا في الأمراض عزيهم المعذبين رحمة يا رب تقوم جميعا
الذين في السجون المطابق الذين في النفي والسبي المغبوض على المبعوضة المرة يا رب اعتقهم جميعا ورحم لنا كانت الأسحل المربطين تكون الساقطين يا رجاء من ليس رجاء معين من ليس لا معين أصاصير قلوبنا الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمغبوض عليه أعطيها رب رحمة أعطيها وانا أعطيها خلاصنا أعطيها وفرنا خطيئة سنحن أيضا يا رب مرض نفسناش فيها التي لأجسدنا فيها الطبيب الحقيقي الذي أنفس السادة مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصة يا رب رحمة واذكر بابنا أخوتنا المسافرين يا رب رحمة والذين يدمرون الصفر في كل مكان سأل تركبان جمعين كل في البر والبحر النار حتى تلقى المسدوك أو السالكين بكل نوع كل أحد بكل وضع ردهم إلى من أنا أدعي من أي السلام أصحابهم في الإقلاع أصحابهم في المسير ردهم إلى منازلهم بإرفاع رحم رحيم بعفو عافين اشترك في العمل مع عبيدك كل من صالح غربتنا التي لنا في هذا الأمر احفظها غير مضارة ولا عصف ولا قلق إلا الانقضاء يا رب رحم فلنسبح مع الملائكة قائلين مجد الله في العالي على الأرض السلام وبالناس المسرة نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك الرب المالك على السماوات الله الأب ضابط الكل والرب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الله حمى الله ابن الأب رفع خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اقبل طلبتنا إليك يا الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله الأب أمين وباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس الأبد الأبد أمين منذ الليل رحت تبكر إليك يا إله لأن أوامرك هي نور على الأرض كنت أتلو في تركك لأنك صرت لي معينا بكرا تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتران قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القو قدوس الحي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القو قدوس الحي الذي يموت الذي قام من الاموات صعد الى السماوات ارحمنا المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدور امين يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفي من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بالاخطيه يا رب ارحمنا يا من هو بالاخطيه يا رب عنه اقبل طلبتنا اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا وادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه المجد الى الابد امين السلام لك ان سلكت القديسه امتلأ مجدا العذراء كل حين ولدت الاله ام المسيح السيد صلواتنا لابنك الحبيب لكمننا خطايانا السلام التي ولدت لنا نور الحقيقه مسيح الهنا العذراء القديس اسال الرب عنا جسد رحمه مغفرسنا لكمننا خطايانا ايتها العذراء مريم ولدت الاله القديسه الشفيعه الامينه لجنس البشر اشفع فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بجنس خطايانا شيرين اوتي بارسين اوستيو امين علي اسني شرب شوشو انت بن جن صاري اغبونا لن اما انو ايل تنتي هوار بن مبوتي ابرستات ستنهت نارم بن شايس بخرستات كان النبينا نبو أنية سمارية صاب وهم سمنة تما اسنو تنسكيني بأهو مبن بماتي كون اليام من ناقية التي نادس برنانا وأمنعت لنا ثمرات الروح الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر وأنت أيضا يا رغنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك أي
يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا. فلنقول هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صرخين قائلين: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك في الهيكلات لروحك القدوس يعطيك تمجيدات. سلام لك أيتها العذراء، سلام للملك الحقيقية، سلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة الآمينة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. سبع رؤساء ملائكة وقف يسبحون أمام ضابط الكل يخدمون السر الخفي. ميخائيل هو الأول، غبريال هو الثاني، رافائيل هو الثالث، كاميسال الثالوث، سوريال صدقيال صراصيال وأنانيال. هؤلاء المنيرون العظماء الأطهار يطلبون منه عن الخالقة. الشاروبيم والسرافيم، الكراسي والأرباب والقوات الأربعة الحيوانات غير المتجسدين الحاملون مركبة الله. بعشون قسيسان في كنيسة الأبكار يسبحون بلا فتور صارخين قائلين: قدوس الله المرضى اشفيهم، قدوس القوي الرقبين يا رب ضيحهم، قدوس الذي لا يموت بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حسنا لشعبك. قدوس 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 رب السبأوت، السماء والأرض مملوءه من مجدك وكرامتك. إذا ما قالوا هللويا اتبعهم السمائيون قائلين: قدوس آمين هللويا، المجد هو لإلهنا. اشفعوا فينا أيها العساكر الملائكية والطغمات السمائية ليغفر لنا خطايانا. يا مرقس الرسول والإنجيلي الشاهد لألم الإله الوحيد، أتيت وأمرت لنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والإب والروح القدس، وأخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وأطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء. تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكونة. سلام لك أيها الشهيد، السلام للإنجيلي، السلام للرسول مرمرقس ناظر الإله. اطلب من الرب عنا يا نظر الإله الإنجيلي، مرقس الرسول يغفر لنا خطايانا. شوبين صور ثم سيغون خلي ما تشوسي طريق خيطو تنشوز نفترين صوتو كون تنبر سألي الذي ولدته مخلصنا الصالح أن يرفع عنا ذي الأتعاب ويقرر لنا سلامه. شيريني أوتي برسين وسيارو أمي إن أليسيني شرب شوشن تبن جنو صاري أقبو نان إمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة الآمينة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. تنجيس أم نعظمك يا منور الحقيقة وأنا مجدك أتى العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل إكل الشهداء تليل الصديقين ثبات الكنائس وغفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور، نور من نور، لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق، سوى الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس، صلب عنا على عهد بلاطس بونتي، تألم وكبر وقام من بين الاموات في اليوم السادس كان في كتب، صعد الى السموات وجلس عن يمين ابيه وايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء الاموات الذي ليس للملكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحن بسكم الاب، نسجد له ونمجد مع الاب والابن الناطق في الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه الجماعه الرسوليه، ونعترف مع مدعي احد المفاهيم الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي امين. تنجوش تبول فايتي انتي اناستاسي تاني يا رب موت نبيون خد تابي اونس نيا
سيشون هارون شنيت هارون آمين ستمرون آمين هارون ريرو ثنيرون آمين أولي كنت أولا رون جنبن شنخن بك وكان النو بنا نبون آمين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون شلين إيبي بروسف كيستا سيتي إريني بوسي يتم نبماتي سيد الرب يسوع المسيح لنا الذي خاطب تلاميذه قديسين رسلاتهم مكرمين قائلا ان انبيان ابرار كثيرين يشتعون يرى ما انتم ترون الم يروا وان يسمع ما انتم تسمعون الم يسمع ما انتم فطوبى لعينكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل بانجيلك المقدس بطلبات قديسيك صلوا من اجل الانجيل المقدس يا رب ارحم اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا وامرونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا فرقد يا رب ان يحمرضش فيهم لانك انت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا قيامتنا كلنا هللويا استسيتي ميتابوسيو اكوسوميتو ايو فانجيليو Κυρία Φλόγισον, κάτω από έναν Αγίο Ευάγγελο του Ανάνουσμα. Σαν Κύριε, Κεθώ بخوفٍ أمام الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا إن شو سوى بنتون ستيرورة لين تظهر الصوص ابشير من بنوت طالك دون افشايني بيفانتي بي صاصي كيريا من تراتيل مزامير معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا كثيرة من أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر هللويا مبارك هو الآتي باسم رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين وكان قوم يونانيين من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع فجاء فيلبس وقال لأندراوس ثم جاء أندراوس وفيلبس وقال ليسوع وأما يسوع فأجاب وقال لهما قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إذا ماتت تأتي بثمر كثير من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية إن كان أحد يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي معي ومن يخدمني يكره يكرمه أبي والمجد لله دائما يا ابن الذي في السماوات الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليتملك وتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا وادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوام مجد الابد امين خم بخريستوس ايسوس بن شوينز Enobion so kiriye Rus pomeshen favoru am
إني باصي كتنماتي صوت يا وسيد رب السلام سحيتنا رحيدك لهم طلال الأرض قطع قرطه الألم الذي نفع فوق ترميذ القديسين رسكون قلب مقبل الروح فرط الخطور انسكتون أنت الآن أنعمت على الذين عملوا في الكهنوت كل زمن طهرنا يا رب حاللنا وحال عبيدك حزر أمين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أمين الليلو يا ذوك سابتري كيو كي أجيب نعماتي كنين كاين كي سوسيون أسونيون نعمين تنوشي بولنغو أمون شيو بنشون تسال بخري سوسيز موني مو أم بيارو ماري بكناين انتك خيرين أوين صفتن بيكلا أوسوكي مونو وانا كريا لايسون بخريستوس بنوتي امين يا ملك السلام اعطينا السلام مقر لنا السلام كف الخطايا لك الملك والقوة والمجد الابد امين صلوا يا ابانا الذي في السماوات أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. سنين يعني تواصل الساعة الثالثة والسادسة الساعة الثالثة من النهار بارك زمير تاريخ المعلم داود وبركاته علينا يعني الساعة صوصي فصفرة الإنجيل لمعلمنا القديس يوحنا البشير بركاته علينا أمين. لكم سلام أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء لكن لكي يعلم العالم أنه أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوم ننطلق من ها هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وبالكرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه وكل من يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل القيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به ثبتوا فيه يقول قول الله وسلم وذل الهدف أن أبدان أمين تنمشي مغرس كتن غاسوس ورجعك سوتن أمان روحك القدوس يا رب لذا رسالت على تلميذك القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة زالة تنزعون الصالح لكن جديد في عشان قلبا نقيا أخلف في الله روحا مستقيما قد في عشان لا تطرح قدام دوس لا تنزعه مني يا رب لذا ستركوا سعى لتعلم القديس يرسك المكرم في الساعة الثالثة لا تنزع مني أصلك نسألك أنت عشان ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم
روح المستقيم وروح القداس على دار السلطة القادر كل شيء لأنك تؤدي نفوس المدير كل إنسان آيات العالم ارحمنا. يا وليت الله أنت الكرم الحقنا الحمل أنقود الحنا سلك آياتها المتلى معروس الخلاص وفوسها مبارك الرب لنا بارك الرب يوم الفمن هي طريقنا لنا ولا خلاصنا. آمين. وطهرنا من كل داس الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام اللهم اعدكم معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة للأتي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة صلك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطانا آمين كريا ليسون 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 كريا قدوس 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 رب الصلوات السماء الأرض الله رسول الله ما تسير أبانا الذي في السماوات قدس اسمك السلام لك السلام القدس نحن عزراك تحليل الساعة الثالثة يا لك الرفعة ربك الأزياء لدعم جلالك مثلا نحب الوقت نصلي شو يسيرنا نفسي توصل الساعة 6 و9 من النهار بارك مزامير معلمنا داود بركاته علينا امين كريمنا مرحبا وتقدس يا ربنا عبد من عبد وقصاصي فصورة الإنجيل المعلمنا قدس مربتة البشر بركات علينا أمين فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا توبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توبى للحزان الآن لأنهم يتعزون توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض توبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون توبى للرحماء لأنهم يرحمون توبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله توبى لصانع السلام لأنهم يدعون ابناء الله توبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر الكاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعض لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم
قدام الناس لكي يروا عملكم الصالحة فيما يجدوا أباكم الذي في السماوات مكلا تنوشنا مقدر سلطان رسول الله جاءك صوتي من النوان يا من في اليوم السادس وسمر طال صلي من الخطية التي تقرع في فردوس نصص خطر المسيح من الخلص أنا أصرح الله رب سمع صلاة ولا طفت طلبتي تفت لي أسمعنا شباك الرزور كلام أقول سنصص خلص نفس بسلام سبتريك يوك يا عجب نماتي سمر طال صلي في السادس وقتلت الخطية بالخشوة حيث الموت كل ذو نسان الذي خلقت بديك الذي متى الخطوة قطعها لا لا مكشاف المحبس مر سورته انقذ اقول ابن طاش تكرح لا تكرح كما كسم يا كرافتي يعني تعين كستوس ونستونيون امين الله لا حق لا مع كثرة قدمك توصل الى الذي ولد منك التراضر كثير شفاتك هو يوم مقبول عند مخلط مطارد رأت رفضها شفاتك من دلزلتي رحوا مرقب وطلع من اجلك ينقذ فاسد درك رفاتك سريعا قد تمسكرنا جدا ان الله مخلصنا من اجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من اجل اسمك القدوس كاني كاين كاستوسيون استونيون امين سنتخلص في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الامم تصرف قائلا المجد لك يا رب سبتريك ايوك يا عجب نماتي نسجد لشخصك خلقتهم من عبدية العدو ليك ونشكرك لأنك كل فرح لما العالم يا رب المجد لك قدوس الله قدوس القدس الحل الذي لم يصبح صبح مجد رب الابن الوقت الارب وفنقر ابن الدشع نعلم المساقي نقول شكرا يا ابنا الذي في السماوات قدس اسمك تحليل الساعة السادسة نشكرك يا ملك نظرك لو ربنا وقصاصي وقصشرة الإنجيل المعلم القديس من لوقا البشير بركات علينا أمين ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على إنفراد مدينة تسمى بيت فايدة فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحصول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع قفص فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا وكانوا نحو 5000 رجل فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50 ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين فأخذ الخمس خبزات وسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 خبزة مملوءة يكمل قول الله صلى الله عليه وسلم أقدر لله دائما أبدا من تنشم وقرص كتنا يصوص جاءك يا سوتي من الزاق المقص والقصاة التسع من أقدر نحطه أم تحوص أن القص من المسيح من أقدر نفت السلق قدمك ربك قولك فهمني لتدخل تلبط حضرك كلمتك حيني يا من سلب رفع يدي الله عندما الله اختص والقصاة التسع ودي تلس مثل ما كنت في الدوس لا تقفل لنا الصلاح ولا ترزنا الضال قدس نفسه ودفهم مكان شركتنا وصراك المحية لكي ما يزق من أحسن تقدم لك تسبب الفقه مشتاق بها قبل كل شيء والمسيح لنا نرجنا كاني كاينك استوسيون استونيون يا من ولدت من البتون لك لحتى تتصل بس لقتلت المنظر القيام قلت ورضي الله عن الذي قبلته بيديك أظهر محبتك للبشر وصالك من ولد الشفاعة من أجلنا نجي مخلص الشام توضع لا تترم قضاء ولسلمنا تمام لا تنقض عهدك وتنزع من رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل القديس إنك يا إنك استوسيون استونيون
لما أبصل رئيس الحيرة صليب مارغن قالت لأن المصلوب معنا إلى متجسد، ما كانت الشمس أخفت شعاع ولا الأرض ما جاءت مرتاجة، لكن هو القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء. اذكرني يا رب متى جئت ملكوتك. يا من قبل أطراف اللص على صليبك بأنك أحصل نحن المستجيبين حكم الموت من أجل خطايانا، نكر بخطايانا معترفين بوليتك نصره معه جميعا. اذكرني يا رب متى جئت ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والرائع مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما الألم فيفرح لقبول خلاص وإما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابن وإلهي. عظمك يا منر الحقيقة وجدك الأزرار القديسة ولدة الإله لأنك ولدت المخلص العالم أتوخص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل قتل الشهداء قتل الصديقين ثبات الكنائس وفرنا الخطايا نبشر بثالوث القدوس لاهوت واحد ناس بالله المجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا لازم من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل منا السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بلاد سبونتي تلم كبرى قام بين الأموات في يوم السادس كان في كتب صعد للسموات وجلس عن يمين أبي وأيدي يأتي في مجده ليدينا الأحياء والأموات الذي لسه ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحبس من الآب نسجد له المجد مع الآب والابن ناطق الأنبياء بكنيسة واحدة من كنيسة جامعة الرسولية ونعترف مع مديح المغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا ورحمنا. كريا ليسون يا رب ارحم. يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا ورحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا اذكر يا رب الذين خدموا لك هذه القرابين الذين خدموا اطعامهم والذين خدموا بواسطهم اعطيهم كل بلد السمعين. صلوا الى هذه القرابين المقدسه الكريمه وضحى بها Yeah.
fora shoboerok a elelo Name of Yot Nepshin of Noah, Sovenot, in Ot, Vesmarot, and Jeb, Not Viot, Bibanto Krator, Vesmarot, and Jeb, Managanis, and Shiri, Sos, Baris, Sos, Ben Choice, Efesmarot, and Jeb, Ibno, my Suab, and Barakleto. أمين مبارك الرب إله إلى الأبد يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب لأن رحمته سبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد أمين هللويا لو سبت ريك أيوك أجيبني يا رب ارحم افني بشوي سبنوتي ببن تكرات وربيو تمشو صوب النوتي او ابن صوتي رصوص بخريستوس نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك استرتنا وانت نحفظتنا وقبلتنا اليك اشفقت علينا وعضتنا اتيت بنا الى هذه الساعه اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين الدلال من شركة أسراره المباركة المقدسة لمغفرة خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل وطن صلى الله حب البشر من احنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياتنا بكل سلام مع خوف كل حسد كل تجربة وكل فعل الشيطان ومرات الناس رشار قيام العداء الخفين الظاهرين انزح ربعنا وصير عن هذه الميدة المقدسة المضاك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والأقرب على كل قوات العدو وسد Oh.
عبيدك يا رب خدام هذه الشمس الكليرس كل الشعب اضافها يكونون محللين فم الثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس فم الواحد الوحيد المقدس الجامع رصافه الاثنى عشر فم الازله الانجيل مارس الرسول الطاهر البطريرك القديس ورسوم القديس القديس اسنان بطرس قاتم الشهر الاسكان القديس يوحنا فم الزاب والقديس كيرلس القديس بسيرس القديس افاس 12 المجتمع من نقل 150 بنيات القدس فم الباب المعظم الانبا تدروس الثاني وشريك في الخدمه الرسول الاسقف المكرم الان بيتر فم حقارتي مبارك مملوء باسم القدوس يا رب في صامين كتم ابن ما اتي ايسو سواب ماريا توي ساري موتنا نبيكوي بولنتن نوليتني برز بيانت بشاش في نارشي انجلو اسمني تغمى ان ابورا Neyone ekshoy sare amotan meko evolenten enovi eteni ekshi ente na choy senioti en abostolos nemepsedi ente ni mathitis Ekchoy sariyam motnan bekoye volenten novi hiteni efchi ente bisaore mozen ev angeli stis markos bi abo stolose Choy sare matan meko evolenten novi iteni efshi ente viarshi zehia konetes maro testefa nos bishor be martirose Choy sare matan meko evolenten novi iteni efki ente baslofo rose marte roz basho seb oro gawa geyo se Choy sare matan meko evolenten novi iteni efshi ente biaslofo se martiro se odo ros bisetrateleti filo batir marokorios abamina enteni
تاني شالا تنتبخ رستوس تي جاي يا امي بربران ميولياني نم دمياني نم ريني شوي صريح مطنان بقوي بولن تاني النبي تاني أبشيان تاني نيوتي يسوى بمبطرين يارشي صبا أصنات يوز بي أبوس قولي قوس نم أبا كيري لوز بس تلو سنت بي ناتي نم ديوز كورو سنف Senti or so doxeia Abba Kirillos Bima so ue Choi Sariye Matnan Miko Evolin Tenin Nobi Hiteni Efchi Enteni Es Owe Tevai Eo كتاب قرانه اتشوي سري مطنان مكو يقول انت للنبي هيتنو افشي عرب وانخم بنيوته طايوت نارشي ارف سبابا آبا تواد روسي چوئي ساري مطنان بقوئي بولن تنين نبيه تنو افشيار ابعن خم بنيوت تايوت البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الثانية بركاته على جميعنا أمين. أقول أيضا لألا يظن أحد أني غبي وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أقوله بحسب الرب بل كأنه بجهل بمقدار هذا الافتخار، بما أنه يوجد كثيرون يفتخرون حسب الجسد أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الجهال إذ أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون من يستعبدكم ومن يؤكلكم ومن يأخذ منكم ومن يتكبر ومن يضرب على وجوهكم. وعلى سبيل الهوان أقول إننا قد ضعفنا. الذي يكترئ فيه أحد أقول بجهالة بجهل إني أنا أكتري فيه أيضا. أهم عبرانيون فأنا أيضا أهم إسرائيلي أهم إسرائيليون فأنا أيضا أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا أهم خدام المسيح قلتكم اختل للعقل فأنا أفضل في الإتعاب أكثر في الضربات أوفر في السجون أكثر بإفراط في الميتات مرارا كثيرة جلدني اليهود خمس مرات 40 جلدة إلا واحدة وضربت بالقضبان 3 مرات ورجمت مرة
وانكسرت بي السفينة 3 مرات وأقمت في عمق البحر نهارا وليلا وبإسفار في الطرق مرارا كثيرة قسيت أخطار أنهار وكنت في أخطار لصوص وفي أخطار من بني جنسي وفي أخطار من الأمم وفي أخطار في المدن وفي بلاء في البرية كنت في بلاء في البحر كنت في بلاء من الإخوة الكذبة بأتعاب وأوجاع في الأسهار مرارا كثيرة بجوع وعطش في الأسوان مرارا كثيرة في بردي وعري سواء أشياء كثيرة دون ذلك قاسيتها والاهتمام كل يوم بجميع الكنائس من يمرض وأنا لا أمرض ومن يرتاب وأنا لا أحترق إن كان يجب أن أفتخر فأفتخر بضعفي الله أبو ربنا يسوع المسيح المبارك إلى الأبد يعرف أني لست أكذب وفي دمشق وإلى الأمم الذي لأريطة الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يقبض علي فتدليت من طاقة من زنبل من السور ونجوت من يديه فإني إن افتخرت فليس في ذلك خيرا وإني آتي إلى مناظرة وإعلانات الرب أعرف رجلا في المسيح قبل 14 سنة أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم اختطف هذا هكذا إلى السماء الثالثة وأعرف هذا الإنسان هكذا أفي الجسد أم الخارج أم خارج الجسد لست أعلم إني اختطف إلى الفردوس واختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يحل لإنسان أن ينطق بها فأنا بمثل هذا هكذا أفتخر أما من جهة نفسي فلا أفتخر إلا بضعفاتي فإني إن أردت الافتخار لا أكون جاهلا لأني أقول الحق ولكني أتحاشى لألا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني وألا أستكبر بكثرة الإعلانات أعطيت من خاسا في جسدي من ملاك الشيطان ليقيمني لألا أستكبر ومن جهة هذا طلبت من الرب 3 مرات أن أبعد عني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل يسرني بالحرية أن أفتخر بالأمراض لكي تحل علي قوة السيد المسيح لذلك أسر بالأمراض بالشتائم بالشدائد بالاضطهادات والضيقات عن المسيح لأني إذا ضعفت فحينئذ أنا قوي وإن صرت جاهلا لأنكم أنتم ألزمتموني لأني كان الواجب أن أمدح منكم إذ لم أنقل شيئا عن الرسل الفضلاء وإن كنت أنا لست شيئا لكن علامات الرسل قد عملت بينكم في كل ضربات بآيات وعجائب وقوات نعمة الله الآب Abet chel
خال شاب نماتن عبد خل خلف عياش في جنب Shiri nem beb nev ma e Ah.
كاثوليكون لأبينا بطرس شفاعته مباركة صلواته تكون معانا أمين. وهذه الكلمة التي بشرتم بها فاطرحوا عنكم إذا كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد وكل نميمة، مثل أطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به للخلاص. إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي إذ تأمنون إليه حجرا حيا مرجولا من الناس ولكن مختار من الله وكريم، كونوا أنتم أيضا كحجارة حية مبنيين بيتا روحانيا كهنوتا طاهرا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله يسوع المسيح. لأنه مكتوب في الكتاب إني أنا أضع في صهيون حجرا مختارا في رأس الزاوية كريما الذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم أيضا الذين تؤمنون الكرامة، وأما الذين لا يؤمنون فالحجر الذي رذله البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر عثرة وصخرة شك. الذين يعثرون بالكلمة غير موافقين للذي وضعوا له. أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملكي وأمة مقدسة وشعب مبرر لكي تخبروا بفضائل ذاك الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذي قبلا لم تكونوا شعبا وأما الآن فأنتم صرتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي العالم، العالم يزور وشرته معه، ومن يصنع مشيئة الرب يدوم إلى الأبد. شيرن ماريا الإبراقسيس فصل من أعمال بين الرسل الأثار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركاتهم تكون مع جميعنا أمين. وفي تلك الأيام استقاصر التلاميذ حيث تزمر حدث تزمر من اليونانيين على العبرانيين بأن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا 12 رسولا جمهور التلاميذ وقالوا لهم لا يرضينا هذا الأمر بأن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فاختاروا إذن يا إخواتنا 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح والحكمة فتقيمهم على هذه الحاجة، أما نحن فنتفرغ للصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا الكلام أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا من بينهم رجلا مملوءا من الإيمان وروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبيرمينا ونيكولاوس الذخير الأنطاقي. هؤلاء أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الرب تنمو وكثر عدد التلاميذ جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة أطاعوا الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوء نعمة وقوة كان يصنع عجائب عظيمة وقوات في الشعب. فقام قوم من المجمع الذين يدعون الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكية وأسيا يجادلون استفانوس، ولم يمكنهم أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم فيه. حينئذ قدموا رجالا قائلين إننا سمعناه يتكلم بكلام افتراء على موسى وعلى الله،
وهيجوا كل الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى موضع الحكم وأقاموا شهودا كذبا يقولون أن هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما ضد هذا الموضع المقدس والناموس لأننا سمعنا يقول أن يسوع الناصري سينقذ هذا الموضع المقدس ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى فتفرس إليه جميع الجالسين في موضع الحكم ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك فقال له رئيس الكهنة هل هذه الأمور هكذا كانت؟ فقال أيها الرجال أخواتنا وأبائنا اسمعوا ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو مقيم فيما بين النهرين قبلما يسكن في حران لم تزن كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البائعة وكل بائعة يا أبائي وأخواتي آمين. مثل هذا اليوم من سنة 67 ميلادية استشهد القديس أولومباس الملقب ببولس أحد السبعين تلميذا كان هذا القديس بين الذين انتخبهم الرب يسوع المسيح للكرزة والتبشير وحضر حلول الروح القدس على الكنيسة في اليوم الخمسين وقد رافق القديس بولس الرسول في رحلته التبشيرية ورسمه أسقفا على فيليبي فرعي رعية المسيح أحسن رعاية ولما سمع بسجن القديس بولس الأخير في روما مضى إلى هناك وتقابل معه ومع القديس بطرس الرسول قبل استشهادهما وقد حضر هذا القديس لحظة استشهاد القديس بطرس الرسول وهو الذي أنزله عن الصليب وكفنه ونقله إلى بيت أحد المسيحيين ولما علم الإمبراطور نيرون بعمل هذا استحضره وسأله عن إيمانه فأقر أمامه بإيمان المسيحي فعذبه نيرون عذابا أليما وسأله قائلا أي ميتة تريد أن تموت بها فأجاب القديس قائلا أريد أن أموت من أجل السيد المسيح وكفى ولك الحرية أن تختار طريقه موتي لأصل إلى مرادي سريعا فأمر الإمبراطور بضربة وصلبه منكسا مثل القديس بطرس فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين وفيها أيضا من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية استشهد القديس تاوديسية والدة القديس بركونيوس وإثنان معهما من الأمراء وإثنتا عشر امرأة وذلك في تاوديسية إن تاوديسية هذه كانت وثنية ولما سمعت أن ابنها قد صار مسيحيا وإن الإمبراطور ديجليديانوس قد عاقبها كثيرا حتى أشرف على الموت ذهبت إليه لتراه في موضع العذاب على يد ولي قيصرية فلسطين فلما رأته وقد ذهبت عنه الجراحات تحقق لها صدق الإيمان بالسيد المسيح فعللت وهي وإميران كانوا معها وإثنتا عشر امرأة إيمانهم بالسيد المسيح فغضب عليهم الوالي وأمر بقطع رؤوسهم وكذا انطلقت الآلام التي كانت تطيق ذكر اسم المسيح وصارت شهيدة على اسمه ونال الجميع أكليل الشهادة بركة صلاتهم فلتكون معنا ولربنا المجد يسوع أبدا آمين of Christos in your world.
يا سيد رب يسوع المسيح لنا الذي خاطى وتلميذ القديسين رسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ألم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ألم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لنا تبصر لأذانكم لنا تسمع هل نستحق أن نسمع نعمل بإنجيلك المقدس بطلبه قديسين صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب ارحم واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين عصونا أمرنا أن نذكرهم في سؤالات مطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى من شعبك اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا Κύριε φλογισόν εκ του κάταλου καν Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμου. Δόξασι Κύριε. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير بركاته من مزامير وترتير معلمنا داود النبي والملك بركاته ببركات صلاحك ووضعت على رأسه كليلا من حجر كريم مجده عظيم بخلاصك مجدا وبهاء عظيما جعلت عليه ربنا وإلهنا مخلصنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضعين حيث كان هو مزمعا أن يمضي إليه فكان يقول لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا السلام لهذا البيت فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه
وإن لم يكن فسلامكم يرجع إليكم، وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقل من بيت إلى بيت، وأي مدينة دخلتموها وقبلونكم إليها فكلوا ما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت السماوات. وأية مدينة دخلتموها لم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار أيضا الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن أعلموا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله، وأقول لكم أنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر من تلك المدينة. ويل لكم يا كوروزين، ويل لكم يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيدا هذا القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديمان جالستين في المسوح والرماد، ولكن صور وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفر نحوم أترتفعين إلى السماء، نكسة خطين إلى أسفل الجحيم. الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البار، ها أنا أعطيتكم السلطان لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضر بكم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا، إن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. والمجد لله ذا. بنت باي ايه اوبي اوي بي اوي قطا بفران ني من را تي انت بي ايه اخرستوس اربرز فافين ارياغون او تنشويس النفترن تثي اوتوكوس Maria smavem ben sotir entefkane novi nanevo tobe me pshoi seria gonobisi ore mosen evangelestis ava marcos bi apostolos entefkane novi nanevo Jefes maroten jeviot nemepshiri nembieb nemma es oev Τετερεία σε τζι και βολτενό ώστε μος τεν τι αιώνα. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، سوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بونتي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملكي انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب
والابن الناطق الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه، ونعترف معموديه واحده المغفره الخطايا، وننتظر قائمه الاموات وحياه الدهر الاتي امين. تنجوش تابل خايت هنتي اناستاسي سنتني رف مؤون نم بيون خنت بيون اسنيو آمين. ابي بروسف كيستا سيتي رني باسي اتم نعمتي يا الله العظيم الأبد الذي قبل الإنسان رسد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس سلامته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السموات هذا الذي عساكر الملائكة مجدونك بها قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام في الناس المسار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلات الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك طهرنا من كل ذنب كل هشام كل رياء كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرح في دينونة من موابت غير الميتة السمية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي ويسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على الرأس قفوا برادة وإلى الشرق انزوروا نونسي بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا ربنا املأنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة جميعكم ومع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم هيا عند الرب فلنشكر الرب مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد رب الحق الكائن قبل الدور مالك إلى الأباد الساكن في العالي الناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا الآن خلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس الذي يقف أمامه الملائكة رؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات إلى
الشرق انظروا. أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين. الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك فارحين قائلين قدوس 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 رب السباعون السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. آجيوس 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 قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا خلقنا ضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغوايات الحياة سقطنا من الحياة الأبدية وأنه فينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا للانقضاء بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم آمين تجسد وتناسى علمنا طرق الخلاص أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا وصرنا طهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم سلم ذاته فدانا عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات جلس يمينك يا الآب رسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد وواحد كحسب أعماله كرحمتك يا رب وليس كخطايا وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه في مراسمون أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ خبزا على يدي طارتين اللتين بالعيبين ولدن سنة الطوبويتين المحييتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة ونظر إلى فونا والسماء إليك الله وسيد كل أحد وشكر بركه وقداسه آمين نؤمن ونعترف ونمان وقد سمع أعطاه لتلاميذ والقديسين رسل أطهار المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسد الذي يقسم عنكم عن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا
اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة يا آمين. كذلك أيضا بعد العشاء مزجها من عصير الكرمل ماء وشكرا. آمين. وركها. آمين. وقدسها. آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد. ورزق أعطاها أيضا لتلاميذه القديسين رسل طار مكرمين قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دم الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة يا آمين. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامة وتذكروني إلى ناجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبح نبارك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله هنا. ففيما نحن أيضا نسعى ذكرى آلامه المقدس قيامة بين الأموات وصعود إلى السماء جلوس عن يمينك أيها الأبوزون الساتون السموات المخوف المملوء مجدا نقرب لقرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدة نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد له. وهذا الخبز يجعل جسدا مقدسا له. آمين آمين. وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. أيضا آمين آمين. يعطى لمغفرة الخطايا هذه من يتناول منه. مين يا رب رحم يا رب رحم يا رب رحم. جعلنا مستقيم كلنا يا سيدنا القدس طرف السادة الروح لكي نكون جسدا واحدا روحا نصيبا مراسا مع جميع القديسين الذين أرضوكم زول البادس كل رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلامة كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب رحم. هذه التي اقتنيت لك بدم الكريم الذي مسحه السلام كل سقف الرسولين لدينا فيها. وأولا أذكر يا رب الإسكندر بابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريك في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا بيتر. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا أنبا تودروس الثاني بابا باتريرك ورئيس ساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا بيتر وسائر ساقفاتنا الأرثوذكسيين. يا رب رحم. والذين فصلونا وكلمة الحق واستقامتنا الأنبياء على بعتك المقدس أرون قتلك بسبب الأمين اذكر يا رب القوم السوسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والبدياكونين وسبع طغمات كنيسة الله. يا رب رحم. كل الخدام وكل الذين في البيت لأطارت كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب يا ضابط القدس
نشكرك خلاص هذا الموضوع المقدس الذي لك وكل المضى وكل ديونك تابعين الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والجزائر والأديورة يا رب ارحم والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب معنا في هذه السنة باركة. اطلبوا عناوية السماء وثمرات الأرض وصعود مياه الأنهار والزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلينا ويتحنن على قبلتنا لصنعته هذا ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. قصدها كما دارك نعمتك فرح وجه الارض لروح حصتك سر اسمارها اعدها لزرع حصد دبر حياتنا كما يليق. بارك كليل السنه بصلاحك من اجل فقراء شعبك من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف من اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عن الكل تترجى لأنك أنت لتعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا مطعم طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاء كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمتهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحايانا والذين قدموا هذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر من قديسين الذين أرضوكم زلوا الأطار والسلبة والأنبياء والرسل والمباشر الشهداء المعترفين وكل الرؤى الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المبلغ مجدا العذراء كل حين القديس الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس عن السابق الصافي والشهيد القديس طفن وسط رئيس الشهداء المزبلين مرسل رسول الطاهر والشهيد الوطن القديس سوير سومر المديس خورس والقديس أسلم سرس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس حنفا مزاب والقديس كيرلوس القديس باسيليوس القديس الرسول مضب للايات والقديس الرور الصانع الغايب والقديس الغوريس الارماني نمبشم شمت شميت افتوتيني كاني بشدين تكوستوتي وليستن بيس نفشين تياسوس أبانا الصديق العظيم لما تنص البار لما بولس أسلم قرة القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا حزن القمص أبانا ببشي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا القديس العظيم الأنبا لويس حبيب المسيح الأنبا برسوم العريان الأنبا مرقس الناس كالذي قبلنا أنطونيوس الأنبا سربامون أسقف المنفى الأنبا إبراهيم أسقف أيوب الأنبا كيرلوس السادس البطر كل مصاف قديسي هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا ما انقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا القديسين البطاركة الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايا. هؤلاء كل واحد منا ذكرنا أسماء الذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تنوح في إيمان المسيح وعن نفوس عبيدك المنتقلين إليك جرجس مسعود مخيل جرجس يوسف زي شفيع ليلى شفيع فوزي متر لوليا خليل فايز عبد السيد فوزي كامل. تفضل يا ربنا يحلو بسوء أجمعين في حدنا أبا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو في موضوع خضر على ما يرام الدوس النعيم الموضع الذي هرب من الحزن والكواتن في نور قديسين بركاتهم المقدسة Yeah.
رحام يا رب ارحام يا رب باركنا يا رب نيحهم رب ارحام اولئك يا رب اولئك رب الذين خسوا انفسهم يا حبيب الفردوس النعيم في كورة الاحياء الى الابد في اورشليم السمية في ذلك الموضع ونحن ايضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في ايمانك أنعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل اهدينا ربي لا ملكوتك لك وبهذا كما ايضا في كل شيء اتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم بارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركه وسلام لجميعكم ولروحك ايضا ايضا فلنشكر الله إلى ضابط الكل أما ربنا ولأن مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى ونقدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصود أسرار الإلهية الغير الميتة الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم اللذان لمسيح الضابط الكل الرب إلهنا أمين أمين صلوا يا رب ارحم بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا يا الله الذي أنعم لنا نحن الخطام جال الخلاص وذبيحة ناطقة سمائية كيريا ليسون كيريا التي الجسد الإله والدم الكريم اللذان لمسيحك هذا الذي صار لنا طهرا وخلاصا ورهبة وهبة وغفرانا للخطايا كيريا ليسون كيريا رب رحام
لكي بشكر نصنع يا الاب القدوس الذي في السماوات ونقول جبنيوت. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كففنا واعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك المطبخ والمطبخ. أبي خريستوس إيسوس بين شويس كيف لا سيمون توكري اذكر يا رب مرضى شعبك، افتقدهم بالمراحم ورفضتش فيهم. اذكر رب ابانا واخواتنا المسافرين. اذكر يا رب انفس عبيدك الذين رقدوا ابانا واخواتنا. اذكر رب سعد القرابين. الشكر اعرف شو سنة صوت يزمويرو آمين. اعترف على اعتراف الحسر من بلاط البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدس بإرادة يحض عنا كلنا بالحقيقة. أؤمن أن لاهوت لم يفارق نسوت رعزة واحدة لا طرفة عين، يعطى عنا خلاص رفع الخطايا حيث أبدي لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا بالحقيقة. آمين. أؤمن أن هذا بالحقيقة. أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية الزكية. يا رب ورحم لقصة firmament of his power to be whole alamakhdera tea
praise him according to the multitude of his greatness. سبحوا ككثرة عظمته praise him with psaltery and harp. سبحوا بصوت البون praise him with trembles and chorus. سبحوا بأوتار وأرغون praise him with pleasant sounding cymbals. سبحوا بسمعت تليل كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا الليلويا أذوق سبات ريك أيو ابن أبماتي إيهاني انتعاي كيستو سيون أستوني أنون آمين الليلويا الليلويا أزوك ساسي ليل العشاء السري ليل العشاء السري أخذ خبزا وكسر وقال هذا جسدي وقال هذا جسدي مولانا أسقانا من خمرات الحب فادانا أحيانا يسوع حبيب قلبي يسوع حبيب قلبي يسوع حبيب قلبي ليل ألام ربي ليل ألام ربي أخذ كأسا وشكر وقال هذا دمي وقال هذا دمي هذا غذاء الروح وضامض الجروح عبيره يفوح في هيكل الرب في هيكل الرب مولانا أسقانا من خمرات الحب فادانا أحيانا يسوع حبيب قلبي يسوع حبيب قلبي يسوع حبيب قلبي هذا عشاء العريس قدم للعروس والوعد بالفردوس لحافظ العدي
لحافظ العدي يا سيدي المحبوب يا ساتر العيوب يا محيي الذنوب داوي كلوم نفسي داوي كلوم نفسي مولانا أسقانا من خمرات الحب فدانا أحيانا يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي يا يسوع حبيب قلبي قلبي أنا أعطيك ومالي أهديك قوي رجائي فيك يا مصدر الحب يا مصدر الحب Oh, you who gives conscious and good reflection, purify me, O mighty one, from the shame of sin, from the shame of sin. Our Master, our Savior, give us the wine of love. He is the bread of life coming from heaven above. Coming from heaven above. Coming from heaven above. Ya wadi'at damir wal hiss wa tafkir. Tahirni ya qadir. من وصمات الاسمي من وصمات الاسمي يا غافر الذنوب يا مسيح العيوب يا حافظ القلوب يا صحابيب قلبي يا صحابيب قلبي بالشوك كاللوك والمر سقوك بالحربة طانوك يا صحابيب قلبي يا ملاك هذه الصعيدة المقدسة اذكرنا قدام ربك آمين الليلويا ثابت فيك أيك أجب نعماتي كنكاي كيسوس يونا سوني أونا نا كنت نوشي بونا كنواني مانشي أوفن شوي تيسوس بي ريسوس إز موني مو إم بي أرو ماري بك ناين إن تكيرين أين صفتن بك لأو سوتين مونو وانا إنان كريالاي سون كريالاي سون كريالاي سون كريالاي سون